بسم الله الرحمن الرحيم. 23/6/2013 اتجاه جيش القعقاع إلى محافظة الحسكة لتحريرها من براثن الأسد. أبطال جيش القعقاع باتجاه إلى محافظة الحسكة. 23/6/2013 الله أكبر. أبطال مدينة القرية ومدينة الطيانة. أبطال جيش القعقاع اتجاه إلى تحرير محافظة الحسكة. الله أكبر. الله أكبر. عشان الله عليك يا بشار. يم أمك جاينك يا بشار الجحش. يم أمك. على القصر بدنا نجي. على القصر. على القصر جاينا. هذا علم.